بس أنا دا أدور على شيء أنت ما دا تقبل تحكي. المهم يعني هذا الحدود ما أقبل أكثر. كان يريد يحصل على مجسات أنه ماذا يجري في الولايات المتحدة. كنت تلتقي وجها لوجه أنا للرئيس؟ أنا ساعات كنت تقعد مع صدام حسين ساعات. اكتب ما ترى شنو يعني مو رايح تلتقي بمسؤولين أمريكان مثلا؟ عندي معلومة إنه دكتور أنت التقيت معه بالعام 1989 كلفك بمهمة احنا انت ذكرتها ومريت عليها مرور سريع بمهمة السفر الى امريكا. شنو كان يريد؟ اكتب ما ترى. يعني شنو اكتب ما ترى؟ يعني شو تشوف شنو الواقع شنو يعني مو رايح تلتقي بمسؤولين امريكان مثلا؟ يعني حسب المتاح. لا يعني اكتب ما ترى شوف كذا يعني. والسفارة كانت تأدي لنا الخدمات يعني المطلوبة وبان واحد علاج. يعني كان يريد يحصل على مجسات انه ماذا يجري في الولايات المتحده يعني او ماذا يحضر تجاه العراق لا مثلا؟ لا يعني شنو هالساحه الامريكي بيش تنبض بالوقت الحاضر شنو كذا الصحف الكذا. تدري انا عندي اصدقاء بني الصداقات كثيره منذ 77 في 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 ولايه كاليفورنيا وفي واشنطن واماكن اخرى والتقي بهم واخذ منهم. وشنو الحصيلة اللي خرجت بها؟ الحصيلة أنه أمريكا بالتوجه أن تكون القطب الأول بالعالم وبأنه ما لا فيما يخص العراق فيما يخص العراق بعد إطلاق صاروخ العابد وبعد خروج الرئيس في حين ذا موضوع الكيماوي المزدوج أصبح له موقف وكان يراجعون احنا هاي حكيناها. نعم بس أنا دا أدور على شيء أنت ما دا تقبل تحكي. المهم يعني هذا الحدود ما أقبل